الله معكم اخوتي، سلام ربي صبروكم. حلقتنا اليوم بفيديو رقم 13. تسأل اختنا ميري لكروا، لاختنا اللي بالمطهر، وبتقلها كيف يحتفل بالمطهر بعيد القديس مخيل، مريم مخيل، وشو هو المجد اللي بياخده من احتفالنا فيه على الارض. هذا سؤال كتير حلو كان لاخت راهبة بتحب كتير مريم مخيل. إلا لما تحتفلوا على الأرض بمارم خايل بياخد مجد عرضي، مش مثل مجده الأصلي اللي بياخده بالسماء. مجد السماء لا يقاس بأي مجد على الأرض. طبعا هي تضاف له أكتر وأكتر سعادة وغبطة عند الناس، إنه عنده بالنسبة للناس اللي بيحبوه بيفرح، بيكونوا سكان السماء مبسوطين، والله بيفرح لما نحن نحب ونصلي للقديسين، الأمر اللي بنسميه تعبد، يعني صلاة وحب لألهم وأكرام. هذا الأمر بفرح الله كتير، إنه عم نتذكر فرسانه وعم نتذكر رجاله وعم نتذكر ملائكته ورؤساء الملائكة، نتذكر ملائكنا الحارس كتير، هذا مهم. فبتقول المجد اللي عم تعطوه على الأرض بفرح، بس هو مجد عرضي قدام المجد اللي بياخده بالسماء، مثله مثل باقي القديسين اللي نحنا نحتفل فيهم. بس هيدا الامر يعد كمان مكافأة كتير حلوة بياخدها مريم خايل، بس طبعا عرضية قدام مكافأته اللي بالسماء. هلأ هيدا على الارض. بالنسبة للمطهر كيف بيحتفل بعيد القديس مخايل، بتقلا بيجي الرئيس الملائكة البطل مخايل بيوم عيده على المطهر، وبيرجع على السماء ومعه عدد كبير من النفوس اللي هي بالمطهر واللي كانوا بيحبوه متعبدين لقلو على الأرض. برجع بكرر، بس طبعا بيكون خالصين كتير من المدة تبعيتهم، بس لأنه هن كانوا يكرموه على الأرض بيكرمهم وبيخدهم وبيسحبهم على السماء قبل ما يخلصوا مدتهم بالمطهر. وكرر، بيخدهم القديس رئيس الملائكة مخائل لأنه كانوا يكرموه على الأرض ويحبوه ويقدسوا يذكروه بعيد ميلاده او بالاحتفال، مش بعيد ميلاده طبعا، ما عم نستعمل، برجع بلكم كلام ارضي تنفهم على بعضنا. يحتفل بالقديس ميخائيل اذا بدكم بعيده اللي نحن عاملين اياه على الارض، بانه بيجي على المطهر وبياخد كتير من النفوس اللي كانت متعبدة وتعيد له وتحترمه وتحبه وتذكره على الارض. كتير أنا مسرور من المعلومات اللي عم بعرفها، وبركة مريم خايل معكم جميعاً.